أهلين، اليوم قررت أسوي معكم كيكة الغيمة بما أنها ترند. أول شيء مكونات جداً سهلة، عبارة عن بيض أخفق على سرعة عالية وأنزل السكر تدريجي لين تكون قوام بهذا الشكل. بعدها أضيف النشا والفانيليا، ممكن تحطون لمستكم الخاصة كنكهة برتقال، ليمون، شوكولات اللي أنتوا حابين. بعدها أقسمها بهذا الشكل وأحط ألوان طعام، طبعاً الألوان بعد اختيارية مو إجبارية، بس عشان بالتصوير يطلع شكلها حلو. وبعدين عندي صينية الخبز، أحط ورق الخبز وأحطه بشكل طبقات. بعدها بالعود أحاول أني أخلطها عشان تندمج الألوان، وأرتبها بالملعقة وأدخلها الفرن. هذا شكلها أول ما طلعتها من الفرن، طبعا تحول لونها إلى أخضر عشان الألوان، وراح تنفش معكم شوي يعني طبيعي جدا. وبس شوفوا كيف قوامها وألوان من داخل تفتح النفس، صراحة مرة عجبتني. طعمها قريب المارشميلو على الكوتن كاندي، صراحة مرة رهيبة، أنصحكم تجربونها. وعليكم بألف عافية.